هلا والله. مقطع جديد اليوم يا جماعة الخير، راح نجرب لعبة هوم سويت هوم. طبعا هذه اللعبة انا ما قد جربتها ابدا، بس اللي يعرف انها ديد باي ديلايت ولكن من مطورين ثانيين. يعني راح نشوف كيلر ضد سرفايفل، راح نشوف زي نظام الجنريترات ولكن بنظام مختلف. حبيت اني اجرب معاكم اول جيم لي ينزل في القناة، يعني راح تشوفوني نوب ولا اني فاهم اي شيء، ومنها نستكشف انا وياكم مع بعض. طبعا معي في المقطع اخوي ابو عيد، يا هلا والله فيك ابو عيد، واخوي برضه فرناس، يلا حيهم منورين جميعا، ورابط العيال تلاقونها تحت اسفل الوصف، يلا حيهم. يا هلا مرحبا، الله يحييك. طلع فكره إيه؟ برضه ابو عيد وفرناس ترى ما جربوا اللعبه، يعني راح يطبون نعم. الحين معي اول مره كين. بس الحين كيف ندخل كوكي بلاي صح؟ انت اول شيء ارسل لنا انفايت اتوقع. انت موجودين معي، موجودين معي فوق، ارسلت لكم انفايت من فوق انا. اوكي علمونك الخطه كالاتي، يقول لك فايند كي ايتم، ابحث عن الكي ايتم راح تلاقيها كذا زي الطاسه ذي، ويقول لك بريفورم ذا ريتشوال، ثري ريتشوال، ثلاث اشياء من ريتشوال، والباقي عاد احفظوه. سوام اللي هو شو يسمونه ذا؟ مستنقع. انا اول ما بديت قدام التمثال، اول ما بديت انا قاعد افتح حين سنيديك افتح. اوكي اضغط اي وحده، محتاج ايات ثانيه. اي نعم. اوكي اوه الانيميشن حقه حلو، تصدق اخذت عصا. طبعا على فكره اللعبه يمديك شو اسمه، اوه هذا شو اسمه، يقول لك نيد سول فور ريزركشن، يمديك تسوي اعاده احياء عن طريق هذول التماثيل البوذا. وشو ذا بيك اب؟ لقيت عصا ثانيه، خلينا نفتحها. صراحه عجبتني الانيميشن حقها، متعوب عليها اللعبه والله يا ولد. انا ما فاهم جاني شفت شفت يراحك. انا والله الحاس بعد انا ما ادري هو يلاحقني ولا لا. دقيقه انا بدي اسوي ثاني، ما ادري ايش. لا 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 ليه يتعب اللاعب؟ لقيت البطاريه ذي حقتكم. هذا هنا هنا فيها طاقه. الكيلر ما ادري انه هذا الكيلر. دقيقه كيف ادنق انزمه هنا؟ اوكي خلاص السلام عليكم. الكيلر، المشكله انا معي البطاريه اللي تبغونها. انتبهوا من الكيلر راح يجي وراكم. اوكي الريتشوال، وين الريتشوال يا جاك؟ ادري جاني، كنت قاعد ارفع اصواتكم في الديسكورد عشان ما يخرب مع صوت اللعبه، تكونون اعلى انت اوكي. اللي بيذبحني انا خلاص. شكرا. تحت ولا فوق انت؟ شكرا يا اخي. كسر السكين على ظهري، تقول لي تحت ولا فوق؟ الرجال وراي لاحق لي. اوه تقدر تضربه بسيف، تقدر تدافع عن نفسك. يا سلام شيء حلو. دنك بس ابي علاج الحين. اسمع يا الله، الفكره الظاهر بعد ان اللي لاحظتها في سول، اذا مات واحد تاخذ السول حقه تودي عند اقرب ستاتشو والظاهر ترجع صح؟ بالضبط صحيح. ما في ميدك؟ خذ تعال خذ هذا البطاريه الثانيه عشان نروح نسوي شو اسمه. ايوه هذا واحد بس كيف نجي هذا؟ ماسكه. وهذا من هنا من هنا. جبت شمعه انا، عندي معي شمعه. ابعد يا خوي خليني احط الشمعه. ابعد خليني احط الشمعه. اوكي ضربني اياه، خليه يضربك. ضربني مره ثانيه. هذا قاعد يصلي لحاله. نزل خلينا نصلي معاك. صفا يا ربي، خلينا نسوي ذا الكلام الطيب. يبغى لنا مسمار. وين اجيب مسمار؟ كيف القى المسمار ودي الاشياء؟ انا عندي قارور ماسكه ما ادري ايش. يبغى لك تدور لك مسمار يا خوي. وش ذا؟ هذا ميدك نايس. كيف استخدم الميدك؟ ممتاز. اشرب اشرب اشرب. لا والله هذا سبرنت. طيب ما في ميدك؟ والله هذه نقطة. ايوه في واحد كسر الباب ورانا ترى. هذا علاج ذا. انرجي درينك. وين الكلب؟ الكلب وراك. ضربته بالسيف. كويس. خذ هذه بالارض. ايوه انتم فوق ولا وينكم؟ لا اله الا الله. احنا يبغالنا مسامير. انا ما ادري ايش الاشياء اللي اخذها بس الله يعين. هذا شو؟ عصا. ابعد! لاحقني الخوي. يا الله الاشبذا. مت خلاص. لقيتوا الاشياء اللي اصلا عادي ولا شو؟ وين روحك انزين القاها؟ روح تلاقيها طايحه. وين حاطه؟ وين المسمار راح حاطه؟ ولا 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 لا اعتقد يطلع لك زي التمتير زي الامتار. انا الحين من قاعد اراقب والله. انت سقيتها ما تبعي الله يعني، اعطتك اياها بالحلق.
كنت باخذ روحك الزبده بس ما عرفت شلون. اول مره العب فيبي لي اعرف الزبده. الانيميشن فيه اللي احب الصراحه حلو سلس وممتاز يعني الجيم بلاي افضل من ديد باي ديلايت تحس انه كذا متناسق فعلا. كنت تقول باكاسا 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 دقيقه استغفر الله ناخذ هولي ووتر وين نروح الثانيه؟ يبغالنا مسمار تكفون وين نجيب مسمار؟ اوه قاعد ياشر لك انه في مسمار تحت هنا على بعد 4 متر خلينا نروح له بعد 4 متر الاتجاه نحو اليسار قليلا ثم اضغط على متر الرمال. تعال 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 منتر كتابي ورا ورا انا ايش تبغى فيني؟ تعال تعال ورا في لقيت مشروب تعال خذه مشروب طاقه هذا عطنا اياه اضغط قطه شوف تحت عندك طيب شوف تحت برضه اشرب شارب ما اعتقد مشروب هيلث هذا مشروب شو اسمه خلي الريح جاي والجاي الريح الكيلر ترى نشبه الكيلر ترى قاعد يتصيد بالماء العكر قاعد يلحق الناس المدمجين يخرب بيتك يا شيخ اوه مديني هفك بس سكين بس خليه يتعلم على ظهرك في ورقه خذيتها تعويده ما ادري شو والله السلام عليكم تستن صح لا والله شكرا السلام عليكم حطيت العلامه يا فرناس ماتش حطيت. اوه ماي جاد. شوف لو تلاحظ حاطين انك تجيب العلبه ذي السطل وتحت المسمار، بعدين تروح على ذي الجثث المعلقه وتحاول تطلع الثلاثه بعدين تروح البوابات تفتحها، اوكي الموضوع سهل وبسيط بس قبل شوي كنا اول جيم ما احنا فاهمين شيء. ابندد هوسبيتال المرحله هذه في المستشفى. الحين لقيت سرنج هنا سرنج. السرنج وش يعطيك؟ اندرلين يعني؟ هيلث بوشن اسمه. اوه هيلث يعطيك. لقيت هولي ووتر مياه المقدسه لا اوه سكر سكر باب شوف لو تلاحظ الصناديق اللي عليها زي الخيوط هذه تطلع لك كل شكلها تن كذا تحط الازرار انت ايوه خذيت مسمار ويبغى لك برضو السطل سطل الحلاوه ذاك حلاوه الطحينيه لقيت السطل انا عندي اعتقد هذا ما ادري وينه يا سواد لينو هولي سترينج تراب اوكي يمديني احط تراب زي الفخ على الكيلر منو قدامي منزل على الدور الثاني دقيقه جايك انا جاي انا قاعد انا ادن جوجل فرناس خذ الهيلث بوشن اذا تبي ترى على فكره على فكره ترى انا هذا حلو حق الطاقه على فكره ترى انا ماني قاعد انتبه انه في اصلا استمنه تخلص عليك فانا قاعد ادز 24 ساعه فهذا غلط يوم يجيك الكيلر غلط اي مو بنفس التبديلات كان تتكلم تقفل بسرعه ما توقف شكرا هذه كانت ميزه صراحه بذيك اللعبه بس الحين يعني هذه بعد تعطيك شوي واقعيه يعني تحاول انك تركز على الركض حط حطايا الخوي مين الكيلر تهقى شلون شكله ما يمديني ارجع مره ثانيه والله انهم حيوانات اوكي انا كنت ربع فيك له بروح وارجع لكن ما يخليني اروح ارجع ما اخذت سرينج اصلا عادي معي مسمار ترى الصندوق دي تفتحه يطلع لك اي كيو هذا اللي لاحظته لا يا خوي وين معي القطعه ذي معي سطل لا شف لي ذا يا اخي يا الله ابي واحد يفتح معي بس ما في بوابه هنا وينك انت تحت يا فرناس لا نفس المكان ترى صرا قبل ما يكسر الجدار يا حقود صار قلت ذاك تخبرونا صار خلنا نروح نراقبكم خذ روحي انت مت اي خذ روحي وش اسمه وزبطني خذ روحي وروح زبطني روح بشانين بالجنيترات انتم ايه قاعد يلحق ذا النظيرات مصطفى اللي هو انا اي بس انا تعبت هذا لقى روحي في واحد لقى روحي روح احط لك اياه عن تمثال من التماثيل حقت البوذا وظبطني شوف هذا ويمينك ايوه وقف ودعي ايوه حسبك ايش قاعد تقول؟ عيشني نايس بس عيشني مدمج يا خوي عيشني مدمج وانا كنت احسبك تكره انك تعيشني مدمج خلنا نفتح الصناديق، وش صار على الريتشوال؟ ظبطته وشي ولا باقي ما ظبطته وشي؟ انا اخذت زي السطر حطيته. يا اخي الحقني ذا من بساع. كم اربكني يا شيخ.
صادني. حطيت تعويذة هنا عند الباب لا حد يخربها. اخي يتعب بسرعة وبعدين هذا شو اسمه يتعب يتعب. في واحد بسرعة. منكم معاه مسمار ما ادري مين. انا بروح اخذه بعد. في مسمار ثاني انا. طن. لا والله. لقيت سطل حلاو تبغونه؟ انا لقيت مسمار وسطل راح حطيت السطل راح احط المسمار خلاص. هو جاني ترى. بعد ايش تكسر يا خوي؟ ويفيد الندم بايه؟ السلام عليكم. والله يا اخي انه نشبه. اي والله العظيم جيتكم. قاعد تدعي انت خلاص وضبطت الوضع. خلنا ندعي معاك يلا. يلا ادعي داعي. يو اي اي. بيسوك وناسا بكاتا وكاوا. اوكي. ما بلا ايكيو يطلعون بس هذولي. بس شوي الواحد يكون مستعد احيانا يخاف. يا اخي بيها تعالج. على فكره ترى صارت سريعه سكيل شيك. يب. كيو كيو اي ضبطت. يلا يلا انا معي مهارات بس ما ادري كيف استعملها. راح نخلص اول جنريتر. ها جنريتر والله يطول والله بتجي. يا خوفك يجينا كذا الحين بس بعد ايش ما ينفع كل شيء. خلاص فتحنا الاول واحد. يلا خلصنا اول واحد. كفو. اقعد صارخ يا جعل ما يصارخ غيرك يا شيخ. صوتك طرب. يبغى لنا مسمار. معك مسمار؟ انا شايف مسمار قبل فانت. يا ليل الليل ذا النشبة يا اخي. خلاص حبيبي خلاص بابا. بفتح ان شاء الله يطلع لي اي كيو اي. المسك انا مره بطيء. شخصية قصدي؟ أنا بطيء. الباب ما يتسكر. لقيت سطل يا وليد. دقيقة يا خوي دقيقة. أنا بموت. أنا ما يلاقي مكان أزبن فيه أصلاً. أوكي. خلاص أنا مت. السلام عليكم. تحت ولا فوق أنت؟ معايا رجل مشرط ذا ذبحني. خلاص أنا فطست على الآخر. ليش بس سكت ما علي؟ ليش ما راح على أبو عيد؟ ليش ما راح عليك؟ الله مسخرة. يوه. لقيت والله انا علبة هيل حاليا. انرجي درينك. لا والله انرجي درينك مشروب طاقة. هنفتح الصناديق. دوروا المسمار والسطل حق حلاوة الطحينية ذاك. ها ابشر. الحين قاعد افتح صندوق انا. لقيت انرجي درينك ثانية. افتح. اي لقيت سطل. ممتاز. ايه مش معك انت؟ مع معي مشروب طاقة. هذا أوكي. أنا أخبر واحد عند الدرج. تذكر أنا وياك؟ دقيقة خلينا نفتح هذا نشوف. أوكي خلينا نسكر الباب عشان ما يدري إن في أحد هنا. يعرفوا. أنا ما أدري كيف تختي يعرف. لا ما لقينا. مو هنا. أهرب هارب. وين أبو عيد؟ وين رايح؟ وينك؟ تعال ولد. دور مسمار. وين؟ عند الدرج نفس اللي جينا انا وياك. هذا فتحنا. ما فتحنا. دقيقه خلينا نفتح هذا. اوه ما في غير مكانه يا وليد. تدري تصدق مني اكون بالصندوق ما اقدر الف يمين يسار على راحتي بس يمين ويسار بشكل خفيف. ما لقينا المسمار. لقيت مسمار؟ لا دور. لا تعويذه. روح على شو اسمه. حطيت سطل. الحين مسمار. الحين اعتقد لازم تحط السطل اول شيء بعدين تحط المسمار. لقيت هولي روتن. ايوه في واحد فطس. مين ابو عيد انت فطس؟ لا انا جيت عندها. علقت. خليني اعيش هذا دقيقه. كويس ما شافني. خليني اروح هنا على التمثال هذا ونقعد نرسم خوينا مره ثانيه. بسرعة 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 بسرعة. قوم عيش يا مروح. مدك من أتم أبو عيد. عندي مدك. أنا يلحقني ذا. دور المسمار. قاعد دور أنا والله. في واحد مع مسمار بس ما أدري مين هو. انكسرت العصا. ها؟
عندي عصا وانكسرت ولقيت مسمار فوق. ابو عيد مات ترى، يبغى لي اروح اجيب السول حقته. دقيقه، وين هو؟ فوق ولا تحت؟ فوق فوق. طننا تعبت انا جاي على ابو عيد، لانه لو ما ننقذ ابو عيد من هنا تقريبا الثواني معدوده، ترى يموت خلاص ما عاد يرسفن ابدا. لا يشوفني بس. اوكي بسرعه 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 بسرعه. المسمار، حصلت مسمار شيء انت؟ فوق وين فوق؟ بأي مكان؟ فوق عند ال دقيقة، أنا بروح آخذه، والله ما أدري وين أوصل لك إياه. تننا وليد، كيف مت أنا؟ مت؟ كيف ما أدري؟ كيف ما أدري كيف؟ عشان نزلت تحت يعني؟ يا كذب، دقيت بهدوء كذا سبرنت عشان بعد ماي جاد. انا ترى روحي تحت، انا ماني قادر اجيك اصلا. ما لومك، انا ابغى باب شيء اقدر اهرب. وليد لا تعلق على السرعه، لو شفتك قرب كذا دز. عرفت؟ ماني قادر ادز يا رجال. بسرعه بسرعه بسرعه، بيمسكني خلاص اصلا، هو ماسكني بتخش في الحفره. يا لا لا لا، ما في حفر، ما في شيء، ما في الا حفره واحده. يلا تو الحقود ابو يا بيت. بصراحه ما اسمع، لان مقصر شوي على اللعبه. انا زيك ترى، ما اسمع، ماني مقصر على اللعبه. ها حصلت اول مسمار. اي حطيت المسمار. قاعد هذا في مسمار ثاني، هذا مسمار ثاني. ممتاز، دقيقه خلنا نروح حفر ناس هنا. تعال فوق انت ترى عندي، اشوف انا. يلا جيتك. ايوه يلا جيتك انا. وكاسا باكاسا وكاسا وكاسا صار كيو كيو اي، بس هيجي يخرب علينا. يلا نقدر بسرعه، اعتبر البدايه هنا وضعنا. لا اهرب 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 صار دي، خليني اضربها، خليه يعلم على ظهره. خليني اكمل. وكاسا بكاسا اما اذا طحت تتدمج. يب، في واحد كان حاط فخ عند البوابه، والله انه انسان كويس. هذا هذا انا، والله ثانك يو. والله قاعد تلحقني، قاعد اعبي الجنايه انا. العين شكلها سريعة خلاص. شو اسمه الطلب؟ ابلع يا المروح. صار الله تبوله. ما ادري وين القاه. ابلع يا المروح. بل الله قاعد ستنا كل شوي. اصبر شوي اصبر. انا عند ال ذا. يا رب يا رب ما يدينا هنا يا رب. يا ساتر. ابعد. ابلع. والله اعطيته بالجزمه. كفو. لقيت مسمار، بس يبغى لي هيل ولا بفتصر الحين انا ترى. زي كلنا بالهوسة. اوه نايس. يا عمي خليه يتهنى بالهيل يا اخي. يا الله. ذبحني، لقيت هيل، اول ما لقيت هيل ذبحني. لا لا مسخرة. قاعد يلحقك صح؟ ايه. انت بتفطس كمان، الحين ضربة واحدة وتموت.
على ما يا جماعه خير انا بطلع هالمقطع هنا لانه واضح انه ما راح نفوز في جيم، يبغانا نتدرب شوي ونتعلم اللعبه. طبعا هذا حاليا المقطع لنا تقريبا نسجل 44 دقيقه، يعني باقي ما تعمقنا في اللعبه شيء كبير، لكن امانه اللعبه جدا عجبتني وان شاء الله تعالى تنيل على على النجاح باهر انه تنجح عند الناس كاملين. فيها كيلرين ما قابلنا الا انا الكيلر الا هذه البنت، في كار ثاني ضخم وعنده نظام سكوربيون جروف هير يتلك، كان ودي والله صراحه يجينا لكن ما عليه. ان شاء الله تعالى هذه اللعبه في القادم الايام راح ننزل عنها اكثر واكثر، سواء تجربتك قاتل وسواء تجربتك سرفايفل راح اكثف فيها باذن واحد الاحد، واهم شيء انها تنال على اعجابكم. اذا عجبتك اللعبه لا تنسى اللايك والاشتراك في القناه اذا ما كنت مشترك، والتعليق اهم شيء عشان يعلمني ويحفزني انك انت جدا مهتم في هذه اللعبه. ولا تنسى تشيك على قنوات العيال تلاقيها رابطها اسفل الوصف. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. تبون تقولون شيء يا عيال قبل ما ننهي المقطع؟ لا بد الله يعطيك العافيه. الله يسعدكم، يلا السلام عليكم.